قالوا لي هتزرع 4500 شعرة. انا كنت جاي هنا زيارة بس شكلي هرجع بشكل مختلف. حباية علشان ايه يهدوني؟ هاي هتقبض علينا ولا ايه؟ انا بقيت زلبطة. درك بقى نحافظ على شكلك وما نبين انه انت عامل زراعه. مصر كلها هتشوفني في الفيديو. لا الناس كلها عيد راح. فات 10 ايام على العمليه وتمشي شوارع تركيا وبالاخص اسطنبول هتلاقي ناس هنا جايه علشان تعمل ثلاث حاجات: يا اما جايين يعملوا شوبينج، يا اما جايين ياكلوا ويتفسحوا، يا اما جايين علشان السياحه العلاجيه. وده لان السياحه العلاجيه هنا واحده من اقوى الاماكن في العالم. فخلوني فيديو النهارده اعرفكم على مستوى السياحه العلاجيه في تركيا والناس ليه هنا بتيجي للسياحه العلاجيه. فعشان نعمل كده احنا النهارده مع شركة أرفانو ميديكال، وهي واحدة من أقوى الشركات المتخصصة في الخدمة دي، اللي هم بيوفروا لك كل حاجة، ما عليك غير ان انت تيجي وهم يودوك عند أحسن الناس المتخصصة في كل تخصص. على السلام. أول ما توصل في المطار تلاقي حد واقف مستنيك علشان ياخدك بالعربيات الخاصة بيهم، لان هم مسؤولين عن ان هم ياخدوك من المطار لغاية الأوتيل، وبعد كده ياخدوك من الأوتيل لغاية العيادات اللي انت رايحها. تعالوا نطلع نتفرج على الأوضة ومستوى الأوتيل. السلام عليكم. اهلا وسهلا. ان شاء الله كل شيء تمام. ان شاء الله. طول ما تمشي في الاوتيل في الاسانسير او حتى في القاعات تحت تلاقيهم حاطين فيديوهات لناس عملت عمليات قبل كده وقبل وبعد عشان ايه يطمنوا الناس اللي موجوده هنا. دي كده الاوضه بتاعتنا وحظنا طلع حلو واخدنا فيو كمان. نريح بقى شويه من السفر ونتقابل بكره. زي ما قلنا كده أرفانو ميديكال هي الشركة اللي بتساعدك ان انت توصل للناس الصح، تعمل الخدمة اللي انت عايزها بشكل حلو وبكواليتي عالية. المكان اللي احنا فيه النهاردة ده واحد من الاماكن اللي هما بيتعاملوا معاها في العمليات الخاصة بانقاص الوزن، بقى سواء كان تحويل مسار بالون، في حاجات كتير جدا هنتكلم مع حد متخصص في الموضوع. ولكن زي ما احنا قلنا برضو في اول الفيديو كده، تركيا هي مكان مناسب جدا للعمليات او السياحة العلاجية، لان هي مكان سياحي جدا، الناس بتحب تيجي هنا علشان تتفسح، وفي نفس الوقت اسعار حلوة، كواليتي عالية. حتى احنا دايما في التمثيلات التركية نلاقي المستشفيات عندهم اكنك قاعد جوه فندق. فالمستشفيات اغلب الاماكن اللي دخلناها نظيفة جدا، تحس كده ان انت بتتدلع وانت بتتعالج. فخلونا نطلع هنا فوق نقابل ايمي. ايمي هي متخصصة تغذية وشغالة مع دكتور ايدوغان، لان هو الدكتور المسؤول عن عمليات انقاص الوزن. فهناخد فكرة وبعد كده نتحرك من هنا ونروح على مكان تاني وعيادة تانية وعلاج مختلف. Turkey is famous about hair transplanting. Yeah. But I want to show the people that there's other specialties. We do bariatric surgeries here, balloon, gastric sleeve, gastric bypass. Yeah, since you are a nutritionist, people think these operations are magic. Like they will come, make the operation, then they eat as much as they can and they will live like before. No, it's so, not like that, of course. So it's three people work. Like a doctor, nutritionist and patient responsibility. Patient needs to follow diet, but doctor also needs to follow that patient, and then together of all those packages patient can have that benefits from that surgery. بس كده. فدي كانت واحده من الخدمات او الاماكن اللي أرفانو ميديكال بيتعاملوا معاها وهي الخاصه بانقاص الوزن. فتعالوا نتحرك من هنا ونروح على مكان جديد وحاجه مختلفه. يلا بينا. رايحين عيادة تانية وتخصص تاني وهو الأسنان. الأسنان برضو من الحاجات اللي هي أسعارها غالية عالميا. أكتر حاجة طبعا السياح بيعملوها هي التبييض أو الفينيرز. العيادة هنا اسمها دنت فيكس. أنا عن نفسي يعني هم قالوا لي إيه تعالى نعمل لك تبييض كده العادي، فعشان كده بشرب آخر قهوة هشربها النهاردة، لأن أنت بتحتاج تقعد يوم أو يوم ونص من غير ما تشرب أي حاجة فيها ألوان. عملنا سنانا الحمد لله الموضوع كان لذيذ، قدرت تقعد سيشنين، وبعدين ما ببقاش عايز السنه تبيض قوي عشان هي ما يبقاش شكلها مش طبيعي، فهي دلوقتي ابيضت شويه وفي نفس الوقت تحس كده ايه ان شكلها طبيعي. فخلينا بقى نتحرك من هنا علشان نروح على التجربه الاخيره، المكان الاخير اللي هو بيعمل زراعه الشعر، وهي اكتر حاجه مشهوره في تركيا ناس بتيجي علشان تعملها. فهنروح واحده من اشهر العيادات واقوى العيادات الموجوده هنا. حسن. السلام عليكم. مرحبا. تركيا. مرحبا. مرحبا محمد. مرحبا. مهمت. مهمت. طول ما انت ماشي بقى في اسطنبول بالذات في المنطقه بتاع التقسيم هتلاقي ناس كتير جدا عاملين شعرهم، منظر مش غريب، ده منظر عادي طول ما انت ماشي هتلاقيه حواليك في كل حته. ده الاوتيل بتاعنا وهنا ميدان تقسيم على طول. نركب الميكروباص الجميل بتاعنا. وصلنا باركنج العياده، هي يعني مش شبه العيادات اللي احنا متعودين عليها. المكان شكله مختلف. طول ما انت ماشي في العيادة المكان يديلك كده ايه نوع من انواع التفاؤل،
والناس اللي شغاله هنا تحسهم كلهم مودلز، يعني سواء كان الاولاد او البنات. فهو مكان مريح جدا للاعصاب، اي حد بيبقى داخل متوتر شوف المنظر كده التوتر يروح على طول والشعر يجي. يعني انا على طول شعري بيبقى طويل ببقى عامله على الجنب كده، فصراحه يعني هم اغروني ومحاميحه اغراني لما عمل العمليه بتاعته، ان هو بقى شكله يعني طبيعي جدا. وانا يعني موجود هنا، فهو دكتور سركان بيبقى الناس جايه عايزه تشوفه، ما هو مخصوص، هو ما بيعملش عمليات بنفسه، ولكن هو بيدي كونسلتيشن، فمبيبقاش عنده وقت، بيبقى عمال يتنطط من عيان لعيان لعيان لعيان. خليه يبص كده على الفروه دي ويشوف احنا ممكن نعمل ايه. بص بقى، انا الجزء اللي قدام ده بص في المرايه بشوف السكان لغايه هنا، يعني في الحته اللي قدام دي خفت خالص. I was asking him like some people they are losing hair because of their genes, so if they did like hair transplant it will fall again. If it did a good operation, that's why you are here. Yes. Transplant hair never fall down. And then you have two ways. If you follow medication rate like other patients, you keep your existing hair and you don't come. Second way, you do nothing. Transplant hair will stay there and in time you lose your some existing one. If it happens, I can replace. No need to cry. You know, we are here. You come when we have called Dr. Serkan. That's all. يعني كنت متخيل ان انا هعمل كل انا قلت انا ممكن اجي ابص اشوف شويه فراغات، اخذ لقطه من هنا على لقطه من هنا. الدكتور دائما يهتم للرسمه انه دائما تبين بصوره طبيعيه جدا. يعني هسه هو حاليا لما رسم لك الدكتور رسمها على الشعر القديم اللي انت عندك. أيوه. ويعتمد على عضلات الوجه. الوجه كل ما الشخص يتقدم بالعمر كل ما عضلات الوجه تصعد لفوق. فالدكتور دائما ياخذ هذا العامل حتى يحافظ على جماليه الرسمه، وبالاخير هي تبقى طبيعيه، حتى تبين طبيعيه مع الزجزاج. لما نعمل الزجزاج راح تبين كانما انت شعرك طبيعي. هو الزجزاج ده ليا انا بس يعني كل واحد حسب شعره ولا للكل نعمل الزجزاج؟ هذا الزجزاج حتى تبين الرسمه تبين بصوره طبيعيه، ما يكونش خط، ما تبين خط عدل والعالم كلها راح تفهم هذا الشيء. هو حكى لك راح نزرع لك 4500 بصيله، ده كله الكلي 4000 بصيله من خلف الراس، 500 بصيله من اسفل الذقن. تمام. راح يزرع لك 1400 بالكراون. كراون ده اللي هو الحته دي الحته الخلفيه. 200 بصيله بالسنتر المنطقه الوسطى، و2700 بالفرونت اللي هي المنطقه الاماميه، هي الحته اللي كده. نعم. هي دي اكتر حاجه بترسم الشكل اصلا. نعم. صح، وهي هاي اكثر حتى اللي تاخذ عدد بصيلات، لان لازم تكون بصوره كثيفه. وفي الجوانب الدكتور راح يعمل لك فقط يعمل تكثيف. رسمه تكثيف وليس انه زراعه وتبين الحته الحته دي. نعم. ماشي. طيب يعني انا في اول الفيديو ده مش زي اخر الفيديو، احنا اترسم لنا الرسمه وهنخش دلوقتي نعمل العمليه. هسيب لكم تحت عامه لينكات اربانو ميديكال زي ما قلت لكم في اول الفيديو، الواتساب والانستجرام، لو حد فيكم حابب يجي تركيا بقى يعمل اي حاجه من الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها، وانا اخش على مرحله الجد ونشوف كده ايه النتيجه هتبقى عامله ازاي بعد بكره، ان احنا هنعمل عمليه بكره. ريلاكسين تابلت حباه علشان يهدوني. هاي هاي اور تيم سير، هم هيخدروني على مراحل دلوقتي وبعد كده جوه بيخشوا يدوني حقنه وفلوريد ونكمل. تلاقي بقى الكلام بقى يبدا يعلق دلوقتي. اقبض علينا ولا ايه؟ اذر سايد تيرن، ده اللي انا بخاف منه. دي الدكتوره اللي هتعمل العمليه. قلت لكم ياباني، انا بقيت زلبطه. درج بقى، درج يمين وشمال. هو كلها عمليات شغاله، عمليه مرحلتين. المرحله الاولى ان احنا بنشيل ونحط، وبعد كده ناخد بريك شويه، النص الثاني ان احنا اللي اتشال ده نرجعه ثاني بقى بس حته ثانيه. هاي هاو ار يو؟ هاي هاو ار يو؟ جود. سو از ذير سمثينج يو وونت تو نو؟ هو بيقول ان التخدير بيبقى لوكال، انت ممكن تروح الحمام ترجع عادي، مش تخدير كلي عشان يعرفوا يسحبوا بس. يلا بينا بقى، خلاص هسيبكم ناخد الشعر 4500 شعره، بعد كده نشوف بقى الرسمه واحنا بنسوي. اخر لحظه قبل العمليه انا كده بقى احدثكم من نص العمليه. احنا كده شلنا من هنا 500 من ورا 4000، وهي شغاله بقى بتحط مخدر في الحته اللي هي بتسحب منها. لما مفعول يروح فانت ممكن تحس بالم، لان هو في مكنه كده تحس اكنها بتشفط، ساعتها تقول لها ان في بين، فتروح ايه حاطه لك انستيزيا. الساعه دلوقتي 12 الى 5، احنا بدانا تقريبا الساعه 9 وشويه، فبقى لنا يعني داخلين على 3 ساعات. هو دلوقتي بيفنط الشعر ده اللي اخذوه من الدقن علشان يستعدوا لزرعه، والشعر اللي اخذوه من ورا وما خلصوه
يعني في نفس الوقت اللي هي كانت بتشيل فيه في تيم تاني كان قاعد شغال بيعمل الموضوع ده وحاطينه دلوقتي في التلاجة. دي بقى الشعراية. هنخش دلوقتي بقى في مرحلة الزراعة، هنرسم بقى الرسمة اللي هما كانوا الدكتور كان سيرك كانر رسمها امبارح، هو معلم بقى علامات وكاتب حاجات معينة. هما دلوقتي بس ايه بيرسموا نفس الرسومات اللي كانت موجودة امبارح، و هيدوني مراية ابص فيها. انا كده يعني لسه طالعين من العملية حالا، التيم كله مشي ما فضلش غير زينب. زينب زينب بتعرف معنا جامد، بس هو الموضوع سهل يعني، الموضوع مش صعب، هو ممل، انت بتفضل قاعد كتير قوي يعني. احنا قعدنا تقريبا 7 ساعات، طبعا دماغي زي زلطه مش حاسس بيها، واخدني على الكافيتيريا ياكلوني عشان احنا بقالنا كتير قوي. يوم ما بعد العمليه، العربيه دي احلى من العربيات الثانيه. النهارده تاني يوم العمليه واحنا رايحين على هناك دلوقتي علشان يشيلوا بقى اللزق اللي هم حاطينه ده. طبعا هو فوق هنا الحته اللي فوق اللي تحت الشعر على طول دي هي ورمت دي من كتر الضغط بقى ومن والبنج وكده، فبتبدا تورم بقى. طبعا انت لازم تحاول ايه تخلي راسك على طول لورا اول يوم اللي هو من امبارح لغايه دلوقتي يعني، عشان ايه الورم ده ما يزيدش او ما ينزلش تحت. هي ورمه الناحيه دي اكتر من الناحيه دي شويه، بس حلو الكلام جميل. نغسل بقى. حد بقى سألني الليزر ده عشان ايه؟ وانا مش عارف. لكن الليزر دي عشان ايه؟ يزود دورة الدم في الدماغ. حاجة بتساعد يعني علشان الشعر لسه مزروع يتغذى. كده خلاص خلصنا كل حاجة. هي دي الطاقية الدوالي. شايف تلبس كده. كل واحد بيعمل عملية بيدوله الشامبو ده. لوشن وشامبو. دي طريقة في الاستخدام كده. لمدة تقريبا اسبوعين. لغاية ما بيحصل قشرة. وبعد كده القشرة دي بتروح. نقلها بقى دي. هوب. هم يعني. خلينا نروح. وهوريكم كده لغاية ما الفيديو ينزل. الشعر بيختلف ازاي. دلوقتي كده تالت يوم. بعد العمليه طبعا اول يومين ممنوع ان انت تلمس اي حاجه فوق خالص او تغسلها او تحط عليها ميه. النهارده اليوم الثالث بقى بنبدا ان احنا نغسلها. دي اول مره انا اغسلها لوحدي. فالمنطقه المزروعه دي المفروض ان انت ما تدعجهاش. دي بتطبطب والثانيه بتدلع. 1 2 3 4 5. انا قدامي مرايه بقى طبطبه. طبعا انا مش عايز ادي نصايح طبيه قوي، بس انا بس قلت اوريكم المنظر. عامل زي البطه بعد ما كنت فريشه. كانت الحته دي فاضيه خالص. هي مع الشعر لما يطول الزاويه دي اصلا ما بتبقاش حد كده، بيبقى حبه طالعين كده حبه طالعين كده، فتلاقيها اختفت الزاويه دي. تنزلش بقوه، تنزل ببطء وميه مش سخنه ولا سخنه. هكمل انا بقى لوحدي عشان انا كده هستحمى. صباح الخير. فات 10 ايام على العمليه. طبعا احنا واحنا ماشيين في الشارع لازم نلبس طاقيه عشان الشمس ما تعرضهاش تعريض مباشر. اللي موجود فوق ده لسه برده القشره، بس المفروض ان انت ما تشيلهاش بالعافيه يعني. هي بس ايه اللي بيقع لوحده ده تخليه يقع. كده فات شهر بالظبط من يوم العمليه. ده الشكل بعد 30 يوم. عامه ما بيكونش باين اصلا يعني انت عامل عمليه ولا اي حاجه. من اول بقى الاسبوع الثاني لغايه 3 شهور دي بتكون الفتره اللي ممكن شعر من الشعر الجديد ده يقع، وبعد كده بيبدا يطلع تاني. والكلام ده بيفرق من شخص لشخص تاني، كل واحد على حسب هو وضعه ايه. لغايه بقى 6 شهور بيبدا تشوف النتيجه يعني في شكل حلو جدا، والنتيجه النهائيه بتوصل بعد سنه تقريبا اللي هي الكثافه بقى النهائيه. فيا رب يكون فيديو النهارده عجبكم. كانت تجربه قويه جدا، ما كنتش متخيل ان انا ممكن اعملها في يوم من الايام. هسيب لكم تحت في اول تعليق رقم الواتساب ووسائل التواصل مع شركه اربانو، وهم بيتكلموا بكل اللغات، ممكن تبعت لهم في اي وقت طول الاسبوع. اشوفكم في سفريه اخرى وفيديو جديد. وكانك سافرت.